Monsieur Younes, présent. Je tiens aussi à vous souligner que, ici, dans le Moyen Atlas, nous n'avons aucun état d'âme à ce qu'un Kabyle ou de surcroît un Algérien soit le président du Congrès mondial à Madrid. Au contraire, c'est une fierté pour nous. Nous savons et nous connaissons les efforts que vous avez déployés à l'échelle internationale pour faire entendre la voix à Madrid. De ce fait, nous contribuons et nous adhérons totalement à toutes vos positions. Nous ne vous connaissons pas personnellement, mais nous avons suivi par M. Ajaja, M. Raz, M. Kamal, et vous êtes le Montagal Monabéline. Il reste toutefois quelques questions à poser. الخطاب باش كتوجهوا الدول الديمقراطيه كون فو بارلي دي ناسيون زوني وز افي افير ا دي ناسيون ديمقراطيك و لا فالور هومين بريم سور لو ريست كون إل ساجي لي كيتعلق الامر بالنظام الداخلي نو نافون با افير او ميم بيرسون. Nous avons affaire à des gens qui ne sont pas prêts à nous écouter du tout. C'est-à-dire, le Khitab al-Amr, le Nibad al-Dahili, le Nazinan al-Dakrom al-Bas al-Fasi, ou le Aïwazir al-Hukum al-Murabia al-Amaziriya, qu'on s'appelle Marginal, Sihaz al-Fransan, Barit Khouad, Barit Dil al-Khidab, Barit Dil il-Akhiri. كاين بعقولهم لان موالفين كيستغلونا موالف السيد حكايم شي المكناس ولا الفاس كيدي مع هذه ويصبروا يهضروا مع الحاكم ولا يهضروا مع الجندرمي ولا مع القاضي. تقاطع هذاك الزمان بغينا السلاح يمشي واقف يمشي برزتو في وسط الرباط يمشي يهضر بلوكتو في ما بغى لان بلادنا هذه ما كنجريو على حد ولكن غادي تقبلونا كوم يلتزلو كوسوفاد ونقولو فيفر كوم لي زوتر تو سامبلومون يعني افيك نوتر ليميت. ما يخرجش عليكم المشاكل ديال المغرب راه عندكم حتى في الجزائر. لان حتى انتوما بغاو يبافير شي رئيس يعني من داخل الديمقراطيه كنعرفو الدول ديال العرب كيفاش كيدوز هاد المسائل كلها. لهذا هاد الناس راه ما مستعدين شاي باش يعطيونا حقنا. لهذا لا بروميير كيستيون مجسد رئيس ديال الكونغري الامازيغي. كان نهضر معاك بحال كان نهضر مع شي شلح ديالنا من واش موندو دي ديسيني ولا بوتيتر شي تروا موندا هادي ولا كاتر موندا اشنا هي المكاسب؟ واش ما كتفكروش في شي فكره اخرى ندوزو لا بيزنس انتيريور مزيان هذيك اللغه الرطبه اللي كتهضر قبيله سي بيان de parler un langage montardeur, mais il faut qu'on soit deux. C'est-à-dire celui qui parle et celui qui écoute. Mais étant donné qu'on a en face de nous des lobbies, les navraux, les amaziriens, les tchèques, les tchèques, les tchèques, les tchèques, راه نصف فينا جاي مخلوع، نصف فينا جاي محضين، نصف فينا جاي افكار الى اخره. من دولك كنحييكم غير بالكوراج والشجاعة ديال المناضل ديالنا الكبير سي وحدة عبيد اللي من ذاك الوقت اللي شفتوه وشفناه راه ولا رئيس المجلس الإقليمي وهذا الشيء كيشرفنا كيما كان الحال. واخا من هنا ثلاث أيام ولا أربع أيام نقدروا ندرسوا معاه ولكن راه ديالنا كيما كان الحال وراه حاضر معنا وسي حمبوطو وهذا هنا راه ثاني با فورتوي جو دي كيلكو شوز كو جي سيري جو دو مونتري دو كومبروندر اش ما هو لان وقعود الجمهورات منعوا على رؤساء المجالس واعضاء المجالس باش يحضروا معنا سيتادير نو سون دي بيستيفيري في لا ريجيون
اي حد كتعلق بالامازيغيه يقول ترك عمر الوقت ما يبقاش القايد ولا ما يبقاش هذا، راه ماشي شغلهم، راه المنتخب ديالنا. اللهم يكون عندنا عبيد في المجلس الاقليمي، ويكون عندنا واحد الدافتي محضي، ويكون عندنا واحد مرشد يعدي، ولكن السلاح ديالك راه ديالك كما كان العام، فهمتي؟ لكن ما شفنا. الراشد دراك مرحبا بك مرشد، ولكن مرحبا بما فيها منظمات حقوقيه، لان حنا بدينا كنعياو. شنو هي بدينا كنعياو؟ المناطق ديال الاطلس المتوسط مقتوله اقتصاديا، يعني راه كاين تكتيل معنوي ومادي، لانه واخا تكون فيك الحماس والنفس الا بغيتي تحركهم ما لقيتيش باش تحرك، ولا باش دير تجمع بحال هذا، راه ما غاديش ينجزوا قدام. ما كنطلبوش منك الاعانه، غير يسوقوا الهضره ديالنا بلي إليا دي جون في المويان اطلس وايور المناطق اللي كيقولوا اللهم ان هذا منكر، لان يمكن ما عندهمش الخبر بان الشلح اللي ما حدش راسو هنايا راه ممنوع يدوز الانتخابات، راه ممنوع يشد الباسبور، راه ممنوع يعتذروا ويخلوا على خير الا ما محطوطاش فيها العسله، وهادشي كتعرفوا كاملين. كنقولوا بان هادشي خصو يتحل. بريمير كيسيون. دوزيامون، قلت قبيلة رجال انترناسيونال سي نورمال، هنا ونديفير ان تي بو، حنا ما يمكنناش نخاطبوا الملك ديالنا كما كنخاطبوا بوتفليقة، كما يخاطبوا لي كابيل بوتفليقة، عندنا خصوصيات، ونو زافون دي سبيسيفيسيتي لوكال، عندنا الدين، يعني بغينا ولا كرهنا كاين الإسلام اللي بغاه بغاه اللي ما بغاهش شغلو هذاك، ولكن كاين. يعني كاين واحد الحاجة عارفة عندنا، إلا جينا غدا نقول لخوتي أنا ما تفضليش ولا حكا راه ما كاينش النبي، راه ما كاينش من هذا الشيء الله يهدي عليكم، راه يمكننا نرجعوا الهوية ديالنا ونسترجعوا الكرامة ديالنا احتراما لهذه المعايير كلها، مادام أننا في المغرب وكاتبين بالمؤسسات في المغرب و كنستخدموا العقل ديالنا، يعني إذا زربنا صلاح عندنا الملك حنايا، ملي تقول الملك تتقول إمرأة المؤمنين، خصنا نحتارموا هاد المعايير، نحدو وهاد الناس تجاوب معنا، والخطاب تجديد قال الملك حضر العلماء، حضر النقابات، حضر الأحزاب السياسية اللي لازم ريحتي موا، دوك هنا فات بروبليم هاديك الويل، أنا غادي كي ولا بروبليم. شوفوا لنا اذا كان شي مخزنه من غير هذا ديال الملك اللي ما بقاش الامازيغيه خصنا نتقاتلوا معاه باساليب اخرى، ولكن يبعثوا لنا من الملك ديالنا كاملين.